حياكم الله مشاهدينا من جديد، حيث تابعنا قبل قليل عدد من التغريدات لشخصيات عمانية من خلالها رحبت وأيضا امتنت لهذه المشاعر وهذه الزيارة السامية لهذه المحافظة الواعدة، محافظة مسندم الشامخة. وهذه الزيارة طبعا التي جاءت لتعمق العلاقة وطنا وشعبا وقائدا. مشاهدينا، لازلنا متواصلين معكم في برنامج من عمان، لهكذا نأخذكم في جولة في موضوعاتنا التي نقدمها لكم، حيث في هذه المساحة نتحدث عن الاحتفال بمرور 10 سنوات على تدشين المقهى العلمي، بالإضافة لتدشين الموسم الجديد، حيث عقد مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية موارد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هذه الجلسة الاستثنائية بمناسبة هذا الحدث والذكرى السنوية. تفاصيل أوفى حول هذا الاحتفال مع ضيفتنا زهرة بنت سالم العبرية، أخصائية استثمار موارد وراثية. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك، مسي عليش وعلى السادة المتابعين. أهلا وسهلا فيك. وفي البداية قبل الحديث هكذا عن تفاصيل الموسم الجديد والأنشطة التي جاءت مع هذا الحدث الاستثنائي، ما هو المقهى العلمي؟ المقهى العلمي هو عبارة عن مبادرة أو فعالية نظمها مركز عمان الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منذ 2013. كانت الفكرة عبارة عن جلسة حوارية بسيطة لتناقش أبرز المواضيع في الموارد الوراثية العمانية والعلوم المرتبطة بها في جلسة يعني بسيطة وبحوار أغلب الأوقات تكون في الأربعاء الأخير من كل شهر. نعم. إذا هكذا مثل التقويم، دعينا نقول أنه تم تدشينه من قبلكم أو من قبل مركز موارد للحديث عن أبرز المواضيع التي تهم هذا الشأن. ولكن إذا ما تحدثنا عن الفئة المستهدفة، من يستهدف؟ الفئة المستهدفة هم كل الأفراد المهتمين واللي عندهم شغف في الموارد الوراثية العمانية. نعم. سواء أكاديميين، باحثين، مختصين، رواد أعمال، طلبة الجامعات والكليات، وحتى طلبة المدارس. نعم. كل من يريد ياخذ معلومة جديدة يتعرف على هذا بشكل يعني بسيط بس متعمق كان يحضر معنا جلسات المقهى العلمي. يعني أتوقع أنكم تراعون أيضا حتى اللغة المستخدمة بأن تتناسب مع جميع الشرائح. أيوة، فكانت اللغة المستخدمة هي اللغة البسيطة تبسيط العلوم. مثل ما تعرفي أن أغلب الناس شوي تتخوف موضوع العلوم. صحيح. إحنا لا، العلوم اللي نتكلم عنها العلوم المحيط بنا، نباتات، حيوانات، كائنات بحرية ودقيقة، والموارد هذه كلها عمانية تحيطنا. فإحنا بسطنا طريقة توصيل المعلومة من خلال الجلسة، مدير جلسة موجود، متحدثين اثنين، في ما ضروري يكون أكاديمي، لا احنا نتكلم حد عنده شغف أو هواية، رائد أعمال، مؤسس شركة في الموارد الوراثية، نجمعهم ويصير في الحديث. جميل. الحين على مدار 10 سنوات نتحدث الآن على كم هائل من المواضيع التي تم تغطيتها، لو تحدثين عن أبرز المواضيع التي تحدثتم عنها. بالنسبة للمواضيع التي حدثت خلال 10 سنوات الماضية، كانت الفكرة المواضيع تختلف على حسب السنة اللي انطرحت فيها. نعم. بداية يمكن كانت التوعية بالنوع هذا من المقاهي العلمية، خصوصا المقهى العلمي يعني شيء جديد كان في السلطنة، كان التعريف بالموارد الوراثية العمانية. بعدها انتقلنا عن المواضيع اللي تحدث عن التحديات الموجودة فيها سنوات شوية على قدام، صرنا نتحدث عن الفرص والمشاريع الموجودة في السلطنة. لوصلنا لمرحلة إحنا في السنوات الأخيرة نتكلم عن الفرص الاستثمارية وعن المشاريع اللي الابتكارية اللي تخرج من الموارد الوراثية. نعم. كيف تقومون باختيار هذه المواضيع؟ يتم اختيار المواضيع عن طريق الفريق الموجود عندنا في المركز، المختصين العلميين، بالشراكة مع بعض الأشخاص سواء من داخل المركز أو خارجه، نربطها بالمشاريع الموجودة داخل المركز على المستوى السلطنة أو حتى عالميا. نعم. وتنبني عليه المواضيع. نعم. نتحدث أيضا من جديد عن 10 سنوات، أكيد هناك لغة أرقام إحصائيات خرجتم بها من هذه الذكرى، دعينا نقول. أيوة. ممكن نتكلم عن 10 سنوات من أهم الإنجازات ممكن نقول عنها. نعم. اللي هي تسجيل المقهى العلمي في خارطة المقاهي العالمية، وهذا كان يعني من البدايات تقريبا من 2014. بعدين نتحدث عن أكثر من 64 جلسة حدثت خلال 10 سنوات بما يوازي أكثر من 2000 شخص من الحضور فيها. والنجاحات إذا والإحصائيات اللي نتكلم عنها هي ممكن نتكلم عن حضور المقهى العلمي
تفاعلهم، المخرجات ما بعد الجلسة، ناس ما تعرف بعضها تلتقي في الجلسة المقهى العلمي، يصير في شراكات، في تعارف، في مشاريع تنبني من خلال هذه الجلسات. مشاركة المجتمع للحضور اللي يجي الداعمين لنا خلال 10 سنوات كانوا من ضمن النجاح اللي حققناه خلال 10 سنوات المنصرمة. جميل، ذكرتي أول نقطة زهرة عن تسجيل المقهى العلمي ضمن المقاهي العلمية العالمية، كيف تم هذا التسجيل وإيش اللي يميزه؟ اللي يميزه أنه على مستوى ممكن نقول إقليمي ما في كان مسجل في سلطنة عمان، أو على مستوى الخليج كنا أول من سجل فيه عن طريق موقع يسجلوه، فكان وجود إحنا وجود المقهى العلمي من سلطنة عمان ضمن خارطة عالمية مسجلة موثقة إنجاز لنا، واستمرارها لعشر سنوات هو دليل وثبات على إنه أهمية هذا النوع من المقاهي العلمية. نعم، بالإضافة إلى احتفالكم بالذكرى العاشرة قمتم بتدشين الموسم الجديد، ما هو الجديد؟ الجديد الموسم الجديد هو تم تدشينه تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال إحنا كان التدشين خلال الجلسة الاستثنائية العلمية بمرور 10 سنوات. نعم. الموسم الجديد هو الموسم 11 إن شاء الله، مواضيعه اللي اخترناها فيها بتكون الجلسات بما تتناسب الوقت الحالي، بس على البسيط يعني ممكن أعطي بعض التفاصيل أو المواضيع، اللي هو الفن السابع. نعم. اللي يتكلم عن الموارد الوراثية بعدسة المصورين، عن المعارف التقليدية وأهميتها، عن الشركات الناشئة في الموارد الوراثية هي الثورة والابتكار بتكون معنا، الذكاء الاصطناعي وكيف يخدم الموارد الوراثية، وعندنا اللي في مواضيع ثانية اللي هي الإنصاف في تقاسم المنافع العامة في الموارد الوراثية. نعم، وهل قمتم إلى الآن باختيار المتحدثين؟ إحنا طبيعة أن في كل الجلسات يكون عندنا نبحث عن المتحدث بناء على الموضوع ويتم الإعلان عنهم. نعم، ولكل من أراد أن يسجل حضوره في هذا المقهى كيف هي الطريقة؟ يتم الإعلان عن الفعالية في حسابات الخاصة بالمركز والوزارة الموجودة عندنا في رابط تسجيل، لأن يعني العدد محدود في الحضور. نعم، نحن نتمنى لكم كل التوفيق، وبإذن الله هكذا ما تكون منصة ثقافية تعليمية علمية أيضا لكل ما يتعلق بتخصص الموارد الوراثية. زهرة بنت سالم العبرية، أخصائية استثمار موارد وراثية، كل الشكر لك. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. مشاهدينا لازلنا متواصلين معكم، وننتقل مباشرة للزميل عبد الله الكعبي من الدوحة مباشرة. أهلا ومرحبا بك عبد الله.